تستشهد مزيد من الانتهاكات على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ خنق المجال العام بصدور قانون التظاهر اللي هو قانون وقف جميع اشكال الاحتجاج والتمرد، سواء في القطاعات العمالية او السياسية او الفئوية او ايا ما يكون اسباب الازمة ذات نفسها. سنة ونص يعني سنة ونص فارقين في تاريخ لاول مرة يبقى عندنا المستوى ده من حالات الارتفاع المصري. انا بتكلم قياسا ان يوصل المختفين القصريين بالمئات، ان الناس رغم وجود دستور 24 ساعه تبلغ اهله ان في ناس بقالها سنتين مش معروف مصيرها، مش معروف ان كانت احياء ولا اموات. مش معايا اي ورقه تثبت ان جوزي محبوس ولا جوزي ميت. لفينا يا مصلحه، عايزه جوزي ميت ولا حي، انا عايزه جوزي. رحنا مصلحه السجون، مش ليه اسم، مش ليه اي دفتر، مش ليه اي ورقه. فين جوزي؟ جرينا وراه، محدش يدي يدخلنا في الاسم. نحول لحد بقى ما رحت له انا زياره تاني يوم كان كويس، تالت يوم نزل المحكمه برضه كان كويس، رابع يوم بقى لقيته متبهدل. أشرف مختفي بقاله سنتين من 13 يناير 2014. أشرف كان خارج يوم شغل طبيعي جدا في مدرسته الخاصة على طريق صفت اللبن كرداسة، جات له مكالمة تليفونية بيرد عليها، خرج من باب المدرسة وما دخلش تاني، تليفوناته اتقفلت مباشرة. وده أكتر شيء مرعب في الموضوع، لأن إنسان مختفي عن الحياة ومالوش أي محور لا مع أهله ولا محامين، ده يساوي ضميرك مستريح ان الانسان ده بيتعرض لتعذيب مريع، والا ما كانوش يخفوا عن عيون البشر. اذا ما ظهرش بيبقى وارد انه مات تحت التعذيب. واخشى ان في يوم من الايام نكتشف مقابر جماعيه ليه اللي اختفى وما ظهرش. اخشى ما اخشى. مستنيين نروح له بالليل بقى بالزياره الساعه 12، لقينا بقى ناس جايين لنا، يا ام عادل يا ام عادل يا ابني الحقوا عادل بيخلص في القسم. اخواته وريو لقوا بقى فين اخونا، عايزين نعرف اخونا فين، بقى يزقوا فيهم وشتيمه بقى انت عارف حضرتك. اتسع سوق الاشتباه بشكل عام، واصبح هناك حاله من حالات العنف ما بين النظام وما بين الجمهور كبير جدا من شباب ثوره 25 يناير، وايضا جمهور كبير جدا من الذين شاركوا في ترتيب الدوله. وبالتالي حاله حقوق الانسان بتشهد انتكاس على مستوى البنيه التشريعيه في القوانين، في اطاله على سبيل المثال الحبس الاحتياطي للمتهمين، في صدور احكام مشدده ضد المتهمين في قضايا مرفقه. هو رايح الشغل يوم 10/8 ما رجعش الشغل، مراته اتصلت عليها كذا مره يدي جرس ما حدش يرد، يدي جرس ما حدش يرد، راحت تاخد يقول قلت عليه. راح الساعة 11 بالليل تشوفه في الشغل، البواب قال لها ان في قوة أمنية جت قابلت عليه هو والمدير اللي معاه، المدير معاه اسمه هشام محمد أحمد الطيب. بعديها قعدنا ندور عليه ونعمل تلغرافات وندور عليه مش لاقيينه. بعدها ب 20 يوم عرفنا ان هشام محمد أحمد الطيب ده هو في سجن الاستئناف الورا المديرية. خدنا بعضنا ورحنا له نسعى عليه، المهم ندهن عليه من الشبابيك رد علينا، قلنا له هاني فين؟ قال هاني مات ثالث يوم ما انمسك. قابلنا اللي هو ابو بكر المتحدث باسم وزاره الداخليه وطمنا كالعاده ان احنا هنجيب حقه مش هنسيبه، وعمل اتصال بمديريه امن القاهره بمدير امن، وقال له برده مستني احنا التقرير الطبي. طب احنا مستنيين التقرير اكتر من التقرير الطبي اكتر من كده، ايه في الجسم عشان يستنى التقرير الطبي؟ طبعا رحت عملت ثاني يوم بلاغ وعملت تلغرافات لرئاسه الجمهوريه ووزاره الداخليه والنائب العام، والكلام ده من ايام سياده الرئيس عدلي منصور وايام ما كان المشير السيسي وزير الدفاع وايام الوزير محمد ابراهيم، وحاليا طبعا عملت كل نفس القاره تاني عملتها، حتى الان ما فيش تجاوب من الداخليه. لو هو عامل حاجه يتحاسب، لو مش عليه حاجه يطلعوه لعياله، حابسينه ليه؟ مع الاسف النهارده في اليوم العالمي للانسان ينبغي ان نلبس شراب سوداء.